اهلا بيكم اصدقاء الصفحة في الحلقة الجديدة من برنامج جولاسو. الحلقة النهاردة هنتكلم فيها عن ماركو جيان باولو اللي نجح في الفوز بديربي مدينة جنوة للمرة الثالثة على التوالي. ماركو جيان باولو عنده خاصية مش متوفرة في مدربين كتير في الكرة العالمية دلوقتي، وان هو بيعتمد على مركز صانع الالعاب الصريح او التريكوارتيستا 4-3-1-2، بيعتمد فيها اكثر من شق صعب اللي هو عملية انتشار بشكل كويس جدا وقت فقد الكرة او استقبال اللعب. لما بيستقبل اللعب بيعمل زي مثلثات للضغط على الكرة واستعادة الكرة وكماشات لاستعادة الكرة في اقرب وقت ممكن، وده بيديله خاصية ان هو يقدر يبني اللعب دايما في اتجاه مرمى المنافس وما يديلوش المساحة او الاستحواذ الكبير على الكرة. ولما بينجح في افتكاك الكرة بتحول تمركز الفريق ان هو بيبقى نارو او بشكل ضيق للانتشار الواسع، بحيث ان هو يقدر يبني المرتدة او يلعب الكرة هجمة منظمة بس بتكون من لمسات بسيطة جدا. بيعتمد نجاح الخطة دي او الاسلوب ده في ان هو يقدر يخلق نمط التمركز الصح في الاماكن الصحيحة. يعني عندنا مثلا في حالة سامبادوريا ان هو بيلعب بيه كواليريلا ودوفان زاباتا. دوفان زاباتا وكواليريلا ساعات بيبقوا موجودين على الجنب عشان يستقبلوا الكورة، ساعات بيبقوا في العمق لو الكورة مباشرة او طولية. بيلعب اكتر على اللي هو الروتون ان هو الكورة بتبقى معروف اتجاهها رايحة فين واتجاه الهجمة موجود ازاي. اهم حاجة في العملية دي الانتشار. توريرا ولينتي او فاريتو او ايا كان من سيلعب الثلاثي، ان هو يبقى عنده قدرة ان هو يقود الفريق لعملية التحرك ككتلة واحدة، مهمة صعبة جدا. ده الاسلوب الاول اللي بيلعب بيه ماركو جيان باولو. في اسلوب تاني وهو اسلوب استحواذي، بيقوم على ان هو يستحوذ الكرة، بيقوم ان هو يقدر ان هو يضغط المنافس باكبر عدد ممكن من اللعيبة. ولكن الاستحواذ ده بيبقى ليه شروط معينة. الثلاثة اللعيبة الوسط على الاقل، توريرا اللي بيلعب الكرات ده بيبقى متواجد في تموقع عميق، ولكن في لاعب بوكس تو بوكس او اتنين لعيبة الوسط بيتقدموا للامام وبيفرد كواليريلا او زباطة للاطراف، وقتها برضو جاستون راميريز بيكون داخل في العملية دي. الصعوبة في هذا الاسلوب العميق والمكثف جدا هجوميا ان هو لما بيفقد الكورة، مرحلة فقدان الكورة بيبقى فيه مساحات واسعة جدا ورا المدافعين. ده بيخلي ان ماركو جيان باولو بيدي تعليمات المدافعين ان هم يلعبوا هاي ديفنس فلاي. في حاله مثلا سيلفستري، في حاله لما كان سكرينير موجود كان بيأديها بشكل ممتاز جدا ان هو يلعب هاي ديفنس فلاين، بيقابل اي كرات بتتلعب وقتها طبعا بيبقى فيه صعوبه لان مش كل الفرق هتقدر تطبق عليها الاسلوب ده. احيانا بتلعب الكوره من ورا الدفاع وهنا بتبقى فيه مشكله كبيره جدا ان هو بيلعب على مسافات التسلل بشكل كبير، يمكن اعتبارها مسافة تسلل، وان هي بيتم اختراقها بالشكل ده ان بتلعب كرات طوليه لو في بتلعب فريق كبير عنده قدره على التمريرات ودقه التمريرات الصحيحه جدا او عنده لعيبه مهاريه. في ماتش ميلان طبق الاسلوب ده ونجح فيه تماما، رغم ان ميلان بيملك لاعبين نوعا ما فنيا ممكن نقول افضل، لكن قدر ان هو يطبقه ووقع لعيبه الميلان طول الماتش في تسللات لا اول لها من اخر. لكن نرجع للنقطة الأولى، إن نجاح جيان باولو إنه يلعب بأكثر من أسلوب رغم عدم تغيير طريقة اللعب، ده بيخليه عنده قدرة إن هو يبتكر ابتكار غير معتاد على الإطلاق في مباريات كثيرة، وينجح بهذا الابتكار واللعب بأكثر من أسلوب بنفس الكفاءة في أكثر من مباراة، إن هو يقدر يحقق نتائج كويسة جدا قدام الفرق الكبيرة أو الصغيرة، وده اللي حاصل الموسم ده بشكل كبير. رغم إن هو فقد أكثر من لاعب مهم وعمود فقري زي باتريك تشيك زي سكرينير. قدر ماركو جيان باولو ان هو يحقق انجاز كبير مع سامبدوريا، ولكن دي بنسبه مش كبيره لان هو على اللعيبه اللي عنده على مستوى الخبرات وعلى مستوى الكفاءه اقل بكثير من انديه مثلا من حوالي 4-5 انديه على الاقل في السيريا ايه، ومع ذلك هو ممكن يطمح ان هو ينافس على مركز في دوري الابطال او مركز اوروبي مؤهل للاوروب ليج. يقدر كمان ان هو يكون جاهز في الوقت الحالي ان هو يدرب فريق كبير. لو رجعنا لمسيرة جيان باولو نعرف ان هو كان بيدرب سيانا ودرب فرق كتيرة في الدرجة التانية او في الاولى، ما نجحش بشكل كبير ورجع تاني يدرب في الدرجة التانية وخد تجارب كتيرة جدا ومختلفة وتجارب صعبة بدأ يبني بيها تاني فلسفته من جديد، بدأ يخلق يحصل له اعادة ولادة حقيقية. ماركو جيان باولو قدر ان هو مع سامبدوريا ان هو يوصل
لمرحله الكمال والنضج في الافكار. فهو اعتقد ان هو جاهز لتدريب فريق كبير او تدريب المنتخب الايطالي ربما في وقت قريب، يمكن بعد كاس العالم. Da dove è sbucato, che impressione vederlo indossato. Se ti vede tua madre lo sai, questa sera finiamo nei guai. È strano ma sei proprio tu, 14 anni o un po' di più. La tua Barbie da un po' che non l'hai, e il tuo passo è da donna ormai. Al telefono è sempre un segreto, tante cose in un filo di fiato. E vorrei domandarti chi è, ma lo so che hai vergogna di me. La porta chiusa male tu, lo specchio, il trucco, il seno in su. Poco la sera uscirai, per le sere non dormirò mai. E tanto è tempo se ne va, e non ti senti più bambina. Si cresce in fretta la tua età, non me ne sono accorto prima. Cosa speciale, il ragazzo magari ce l'hai, qualche volta hai già pianto per lui. La gonna un po' più corta e poi malizia in certi gesti tuoi. E tra poco la sera uscirai, quelle sere non dormirò mai.